أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، وإليكم أبرز العناوين. الشرق الأوسط، بغداد تستيقظ على عرض قوة لميليشيا موالية لإيران. العرب اللندنية تنامي سياسة العسكرة يعمق النزاعات حول العالم. وتتساءل القدس العربي، هل يكون حادث جنوح سفينة الحاويات مؤشرا أوليا لأزمات شبيهة تذكر بالحرب الباردة؟ وفي تقرير للمدينة السعودية، الصحة العالمية تحذر من لقاحات كورونا مزورة يتم تداولها إلكترونيا. من المقالات يكتب فارس الخطاب في العربي الجديد، العراق والمسار المقبل الصعب. ويكتب رضي السماك في البلاد البحرينية، الصراع على قانون المحكمة الاتحادية. لحظات وتأتيكم التفاصيل. عنونت صحيفة الشرق الأوسط، بغداد تستيقظ على عرض قوة لميليشيا موالية لإيران. وشاهد البغداديون عشرات الآليات المدنية والعسكرية يستقلها مسلحون ملثمون يحملون القاذفات والأسلحة الرشاشة وهم يجوبون شوارع العاصمة من دون أن تعترض طريقهم قوات الأمن الحكومية. وقوبل الاستعراض الميليشياوي المسلح باستهجان وانتقادات واسعة. أما صحيفة العربي الجديد فعنونت ما وراء الفشل في تمرير الموازنة العراقية للمرة السادسة، ورغبة الكتل السياسية بتمريرها وفقا لصفقات سياسية ومصالح شخصية والدعاية الانتخابية. عنونت صحيفة العرب اللندنية كارتيل المعابر، فساد يتحكم في مفاصل العراق، حيث يشرف هذا الكارتيل المتشابك والمعقد على عمليات التهريب على طول الحدود البرية والبحرية للعراق، وتحويل الملايين من الدولارات التي يفترض أن تدخل خزائن الدولة إلى جيوب أحزاب وجماعات مسلحة. وفي عنوان آخر قالت العرب إن إيران تستأنف لعبة كسب الوقت مع بايدن في الملف النووي، فالبيت الأبيض يتطلع إلى عملية منسقة تعود فيها أمريكا وإيران إلى الامتثال لبنود الاتفاق، ولا يسمح لأي منهما بالانتصار على الآخر. وأيضا قالت العرب إن تنامي سياسة العسكرة يعمق النزاعات حول العالم، ما أنتج خليطا من الهواجس لدى الخبراء بشأن طبيعة التغيرات التي يمكن أن تحدث في المستقبل إذا استمر تنامي الصراعات التي تسببت في فقدان الملايين من الناس ونزوح الكثيرين عن أوطانهم. تساءلت صحيفة القدس العربي، هل يكون حادث جنوح سفينة الحاويات مؤشرا أوليا لأزمات شبيهة تذكر بالحرب الباردة؟ ونقلت التساؤل عن وكالة بلومبرج للأنباء بجنوح إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم في قناة السويس وعرقلتها للبضائع الدولية، فإغلاق ممرات الملاحة العالمية يمثل خطرا اقتصاديا كان وراء التنافس بين الدول الكبرى طوال قرون، وهو الآن أحد العوامل الرئيسية للتوترات المتزايدة بين واشنطن وبكين. وفي تقرير لصحيفة المدينة السعودية، الصحة العالمية تحذر من لقاحات كورونا مزورة يتم تداولها إلكترونيا. وبهذا الشأن حذرت الصحة العالمية من انتشار جرعات لقاحات كوفيد-19 المزورة التي يتم تداولها وعرضها على المواقع الإلكترونية، وتطالب بعدم شراء أي لقاحات خارج القنوات الرسمية. أما الآن فننقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير.
في زاوية مقالات يكتب فارس الخطاب في العربي الجديد: العراق والمسار المقبل الصعب. ويرى الكاتب أن ظروف العراق المتوترة هي لابتعاد الحكومة عن تحقيق الشفافية والنزاهة، ولتسيد الجماعات المسلحة الأدوار المهمة في صنع القرارات وتقسيم الوزارات والمناصب بين الأحزاب السياسية التي تتعامل معها كغنائم توزع على قادتها وأتباعها، وانتشار الفساد ناهيك عن حالات الاختفاء القسري والإعدامات وغياب العدالة والتعامل على أساس طائفي وعرقي مع الشعب العراقي. ويتساءل عباس الغالبي في الدستور العراقية حمى الأسعار إلى أين؟ يقول الغالبي: مللنا من الحديث في مناسبات ومقالات سابقة، ولكن لا حياة لمن تنادي، مما جعلنا أمام أزمات مالية واقتصادية بسبب الإجراءات الحكومية المتخبطة والتي لم تجدي نفعا لا على المستوى المالي ولا الاقتصادي. أخيرا يكتب رضي السماك في البلاد البحرينية: الصراع على قانون المحكمة الاتحادية. ويشير الكاتب إلى أن الساحة السياسية العراقية شهدت مساجلات حامية الوطيس حول تعديل مشروع قانون المحكمة الاتحادية بتركيبته الحالية المعروفة والقائمة على المحاصصة الطائفية، وهو ما يتعارض مع روح الدستور الآخذ بمدنية الدولة وبنائها الدستوري. سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة بعد قليل الدكتور عبد العظيم محمود حنفي، الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية. يسعدنا تفضلكم بمتابعة الحوار. أهلا بكم مجددا مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي عبر الهاتف من القاهرة الدكتور عبد العظيم محمود حنفي، الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك دكتور عبد العظيم إلى هذا الحوار. أهلا وسهلا وأرحب بالسادة المشاهدين. أهلا بك. نبدأ الحوار من الذكرى 18 للاحتلال الأمريكي للعراق وما رافقه من مبررات واهية ونتائج كارثية. كيف تصف مرحلة احتلال العراق وتداعياتها؟ في واقع الأمر هذه الحرب لها عنوان تاريخي وعريض، وهي حرب الأكاذيب والأضاليل لمزاعم الرئيس بوش الأب بأن تلك الحرب بسبب امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل. وبعد احتلالهم العراق سنة 2003 بحثوا طولا وعرضا شمالا وجنوبا ولم يجدوا شيئا، ورغم حركة الجيوش والأساطيل، رغم الرعد والبرق والضرب والقصف، لم تكن العملية حربا بالمعنى المعروف والمتفق عليه، بل كانت أقرب إلى عملية صغارة قامت بها مجموعة مصالح سحبت القوة الإمبراطورية للولايات المتحدة الأمريكية وراءها إلى ميدان قتل بدون تهديد محتمل أو حقيقي من العراق لأمن الولايات المتحدة الأمريكية، ومن دون ذرائع قانونية وأخلاقية مقبولة، بل في غيبة الضوابط والموازين المؤسسية للحرية الأمريكية، ونسج عنها الكثير من معطيات الوضع السياسي والاستراتيجي الجيوبوليتيكي، فهي لم تؤدي إلى طاحة بنظام حكم صدام حسين فحسب، بل تسببت في تحولات الميزان الاستراتيجي الإقليمي على حساب العرب، وخسارة العراق كقوة إقليمية وازنة مع إطلاق النزعات العرقية والمذهبية والمنطقية، ومسمى أدت إلى فوضى كاملة في المنطقة الشرق الأوسط. نعم، ما الأهداف وراء الاستعراض الميليشياوي المسلح في العاصمة بغداد والذي قوبل باستهجان وانتقادات واسعة؟ هذا الاستعراض الميليشياوي كان في العاصمة بغداد، بمعنى أنه يعلن حركة تحدي وتعبير عن أزمة الدولة في العراق، فنحن إذا قوة لا دولتية تتحدى الدولة في أهم خصائصها واحتكار السلاح والأمن، وتنتزع بعض الأدوار والوظائف التي عادة ما تصطلع بها مؤسسات الدولة في أي مكان،
وقد جاهر أحد قواديه من حركة النجباء بالآتي، وطالب بإعادة بناء الأجهزة الأمنية من جديد، وطالب بحل الجيش العراقي، وباعتبار الحشد الشعبي هو الجيش الأول في العراق وليس رديفا، وليكن هو وزارة لحماية أمن ومستقبل العراق استراتيجية. الفكرة خلف تلك الميليشيات واستعراضاتية أن يتأسس الجيش ويوازي بداية تأسيس الجيش العراقي، بمعنى حرس ثوري في العراق موازي الحرس الثوري الإيراني. ولهذه الغاية حصل إصرار على حل الجيش العراقي وليس إعادة تأهيله. نعم، يرى مراقبون أن ما ينتظر العراق قد يكون مفصليا لكنه خطير جدا، فاللعبة الانتخابية لا تعني العراقيين وحدهم، بل هناك صراع إقليمي وصراع دولي تجاه كسب النتيجة لصالح هذا الطرف أو ذاك. ما المتوقع بشأن اللعبة الانتخابية المقبلة في العراق؟ حركة تشرين وشباب العراقي والعراقيين بصفة عامة لا يثقون بقدرة الانتخابات على المجيء بنظام حكم أفضل، ولا يبدو السبب كامنا فقط في قوة ونفوذ تنظيم الأحزاب الحالية الملحقة بميليشيات مسلحة مقارنة بالعديد من الأحزاب الجديدة التي نشأت من رحب انتفاضة تشرين، والتي في الواقع تفتقد التنظيم والموارد ووحدة التوجيه. بل الأهم من ذلك فقدان ثقة العراقيين بقدرة المنظومة السياسية الحالية مع تنامي الميليشيات المسلحة على تنظيم وإدارة انتخابات نزيهة. ولاحظت أن هناك سكون نسبي للشارع الانتفاضة العراقية نتيجة انتشار كورونا وتغيير الحكومة، جعل مع ما يبدو القوى السياسية العراقية التقليدية التي تتحكم بالعملية السياسية العراقية تسيء تقدير الموقف، وتعتقد أنها من خلال تنظيم الانتخابات تكون فيها هي الأكثر قدرة على الفوز، تتمكن من إدامة هيمنتها على العراق لسنوات قادمة. لكن هذا التقدير في ظني خاطئ، ويفشل في قراءة الواقع الشعبي وما يشعر به الشباب المحبط في العراق. إن الانتخابات القادمة ستكون إذا ما فشلت في إحداث التغيير الذي ينشده العراقيون بالنجوح نحو الأمريكي أو الإيراني، تبدو احتمالات تجدد الانتفاضة أقوى إذا لم تكن حاصدة لاحتمالات التغيير خلال صندوق الانتخابات. عند ذلك رغم الانضباط السلمية التي تتميز بها المنتفضون في العراق، الاحتمالات الانزلاق نحو المجهول تبقى قائمة بقوة. يجب على الحكومة العراقية والقابضون على السلطة وحتى المجتمع الدولي ضمان انتخابات شفافة ونزيهة إذا أريد تجنب هذا المنزلق الخطير. طيب دكتور، هناك أيضا انتقادات واسعة لقانون الانتخابات العراقية بشأن إهماله كشف الذمم المالية وأنشطة الأحزاب التجارية وكذلك الارتباط بالخارج، إلا أن هذا القانون انضم أيضا إلى باقي القوانين العراقية المعطلة. برأيك هل سينجح قانون الانتخابات في منع أحزاب السلطة والدولة العميقة من المشاركة في الانتخابات المقبلة؟ في الواقع النظام الانتخابي كما تفضلت حضرتك في مشاكل بنيوية أساسية كثيرة، فهو لا يلبي مطالب الشعب. وهذه الفئة المتنفذة منذ عام 2003 لا تستطيع أن تعطي شيئا للشعب إلا بعض المظاهر الخادعة، ورأينا في الانتخابات السابقة كيف تم المال الانتخابي، كيف تم الفساد، كيف تم العبث والصناديق الانتخابية، كيف تم عدم احترام الإرادة الشعبية. رأينا الناس تتدفق على صناديق الانتخابات، ثم في فرد الانتخابات توجد قوة أخرى غير التي صوت لها الشعب، بالإضافة إلى ليس هناك ضمان أن يكون هناك عملية انتخابية سليمة يشرف عليها المجتمع الدولي. ولذا ضمان المجتمع الدولي والجامعة الدول العربية ومجتمع المؤتمر الإسلامي وغيرها منظمات يجب أن تشرف على هذه الانتخابات، كما أن الشعب العراقي
يجب أن يتكد أن يحمي انتخاباته بنفسه عبر اللجان المختلفة لسلامة الانتخابات في جميع مراحلها، من الدعاية والإعلام إلى صندوق الانتخاب إلى فرز الصناديق إلى إعلان النتائج. دكتور، معهد السلام الأمريكي بدأ بالترويج لموضوع تقسيم العراق عبر الأقاليم، وهو أحد نتاجات الصراع على السلطة في العراق خلال الانتخابات المقبلة أو بعدها. هل العراق مقبل على مرحلة التقسيم برأيك؟ في واقع الأمر عندما دخل الغزو الأمريكي على العراق رأينا ظهرت المقاومة العراقية ضد هذا الاحتلال وهذا الغزو. رأينا بعض الأصوات تخرج من الكونغرس الأمريكي بتقسيم العراق، واللافت أنه كان منها رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ وهو السيناتور عندها جو بايدن، الذي كان من أوائل من نادى بتقسيم العراق. وفي الواقع أنه الاحتلال الأمريكي كان له ثلاث استراتيجيات عندما دخل، شكلت سمات المشهد السياسي للعراق بل واستمرت تؤثر به حتى الآن. تفكيك المؤسسات من حيث القضاء على هياكل الدولة البعثية لا مركزية التي تهدف إلى إعادة بناء الدولة العراقية، تصميم هيكل جديد بطريقة تجعل السلوك الداخلي والخارجي كله خاضع للمراقبة للخارج سواء كان إقليمي أو خارجي. استراتيجية اللامركزية التي تستند إليها نظرية تقسيم العراق تهدف إلى تحويل العلاقات بين السلطات المركزية والمحلية بحيث يتم التوسع في سلطات المحلي على سلطات المركزي، وكل ذلك يحمل مخاطر الدولة الضعيفة وإمكانية التقسيم. الاستراتيجية الثالثة البلقنة عبر تشكيل المشهد السياسي العراقي عبر استغلال العداوات والخلافات على أسس قومية وعرقية لخلق عراق متشرذم وغير متوازن في إطار دستور مجبوه أقرب صيغة فيدرالية، مما خلق مخاوف من تفتيت وتقسيم العراق. لكنني مع كل ذلك لا أرى خوفا من تقسيم العراق، فمستوى عملية بناء الدولة في العراق مستوى عالي، والرابطة الوطنية العربية بين السنة والشيعة كبير وأعلى من حيث القوة والنوعية عنها في بلدان كثيرة عربية أخرى، وغالبية الأكراد يتحدثون العربية إلى جانب لغتهم القومية، وهناك تكامل ترابي بين الأقاليم العراقية، والتوسع في الحكم الذاتي للأكراد لم يقود إلى الاستقلال من واقع فشل الاستقلال عام 2017. نعم، أشارت الصحف العالمية إلى أن الخبراء وصانعي السياسة لا يتوقعون أن تعالج المشاكل الإقليمية بصورة شاملة من خلال عقد حوار مباشر مع إيران، وأن تتخلى طهران أيضا عن دعمها لعملائها الإقليميين أو تحد من نطاق برنامجها الصاروخي البالستي. وفق هذه المعطيات، كيف سيتم التعامل مع التدخلات الإيرانية في شؤون الدول الإقليمية؟ في واقع الأمر الآن نحن لا نستطيع أن نقفل أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت هدايا قيمة وثمينة للنظام الإيراني. الضعف في الجسد العربي أو في أي دولة يغري القوى الإقليمية المحيطة به بالتدخل في شؤونه، ولكن العراق كما أن العراق لا يستطيع حاليا أن يشترك في أي ترتيبات إقليمية أمريكية مباشرة ضد إيران بحكم الجوار وبحكم القوة التي أنشأها الاحتلال بعد 2003، ومعظم قادتها كانوا في الإيران مثل حزب الدعوة. والمطلوب في هذا الوقت بصفة عامة من حيث المبدأ حوار استراتيجي صريح مع الإيران، كما أن العراق يستطيع أن يستقوي بالعرب. العرب لديهم سيناريوهات أمن إقليمي يمكن أن تواجه استراتيجية الأمن الإيراني، فالعرب عندما أخطأوا خطأ جسيما عندما تخلوا عن العراق منذ 2003 بدون أسباب استراتيجية، ولكن إعادة مفهوم الأمن الإقليمي يقتضي العربي
لمساندة العراق يقتدي بالعودة إلى العراق كما نرى في مصر والأردن والسعودية وما إلى هنالك. يجب أن يتم مراجعة في مفهوم الأمن الإقليمي العربي، مراجعة الأولويات وتوحيد المواقف بشأن القضايا الحساسة وعلى رأسها الخطر الإيراني في المنطقة، وضرورة مراجعة الأدوار الإقليمية للدول العربية لكل دولة عربية وزنة. ولا يمكن بناء أمن إقليمي وتوازن عسكري ناجح لصد الخطر الإيراني دون حضور عسكري وأمني للقوى الغربية ذات المصلحة الاستراتيجية. فانسحاب القوات الأمريكية حاليا يعطي المجال لإيران للسيطرة الكاملة على العراق. في تناقض هناك بين مصالح الدول العربية يعرقل هذا التكتل الأمني ولا يساعد على نجاح السياسة. ولذا يجب أن يلتزم العرب ومعهم العراق من جديد بالتحالفات العربية مع كافة القوى الفاعلة، ليس الولايات المتحدة الأمريكية فقط بل أمريكا والصين وروسيا والقيم المشتركة التي تدعمها العروبة. يجب تحديث تحالفاتنا، يجب أن ننسج معا تحالفات أوسع نطاقا من الحلفاء والشركاء العاديين عن طريق إشراك الهند، إشراك الصين، والصين دولة وازنة الآن في النظام الدولي. وتصور أن الجو العراق لحضن العربي والعرب الاستمرار في سياسة العولة بإجراء حوار استراتيجي مع إيران كما وضحنا، لأنه لا يمكن تجاهلها كقوة إقليمية. وقبل ذلك كل عودة الدولة العراقية، بدون عودة الدولة العراقية لا مجال لأمن إقليمي ولا أمن للعراق بصفة عامة. أخيرا تساؤل يقول: هل تتصرف أمريكا الآن على أساس وجود تعددية قطبية في العالم؟ وهل سلمت واشنطن في الحد الأدنى بهذه المتغيرات الدولية الجارية حاليا برأيك؟ في الواقع الحال أنا يعجبني عالم السياسة الأمريكي جوزيف ناي لعبارة شهيرة يصف فيها توازن القوى في العالم وحاجة القطبية من الناحية العسكرية، لأن أمريكا هي الأقوى وأكثر إنفاقا عسكريا بمسافة كبيرة عن باقي العالم. وضيف لكن العالم ثنائي القطبية من الناحية الاقتصادية، يعني الثنائي القطبية بين أمريكا وبين الصين. أما بالنسبة للقوى الناعبة فتوزيع القوى منتشر انتشار كبير أو تعدد، هناك التعدد القطبي، ولكن هناك تنافس تكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين منذ أعلنة الصين عام 15 خطة الصنعة في الصين 2050، والتي تستهدف أن تكون القوى التكنولوجية الأولى في العالم. وهناك كما أوضحت أزمة كوفيد-19 أن اللقاحات هينا منتشرة قطبيا، ومن ثم ليس هناك أفق. الولايات المتحدة الأمريكية تعرف أنها لن تكون القطب الوحيد في العالم، وأن العالم مقبل على توازن قطبي اقتصادي وانتشار قطبي في باقي القوى. نعم، في ختام الحوار أشكرك دكتور عبد العظيم الشكر الجزيل لمشاركتك معنا، كنت معنا من القاهرة. أقول أن قناة رافدين بالحق والصدق تعبر عن العراق على إرادة المقاومة لهذا الشعب، وعاشت قناة الرافدين وعاش الشعب العراقي الأبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك، والشكر موصول لكم مشاهدينا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.